مساء الخير. النهارده هناخد اسلوب جديد من اساليب الفني والطي واللصق، اخر اسلوب اللي هو اسلوب الهرمي او الشكل المثلث، وازاي ان انا اوظفه اعمل منه خيمه امامها طفل، ازاي ان انا اعمله سقف المنزل زي ما هنشوف في القصص دلوقتي. ده اخر اسلوب. من الحلقه القادمه هنبدا نشتغل اليات لصق الزوايا من الكتاب ده، وهتكون دي هنهينا وهنبدا ناخد اشكال الزوايا الأساسية والثانوية، ودي هتكون أول حاجة هنعملها، وبعد ما نخلص ناخد عليها مشروع يعني إزاي نوظفها ونعمل مشهد من قصة. المهم النهاردة ننهي عمليات الثني والطي وأسلوب اللصق. خدنا أول حاجة الشكل القائم بالشكل ده داخل وخارج، بعد كده خدنا المتوازي المستطيلات برضو داخل وخارج، والنهاردة هنتكلم عن الشكل الهرمي، وبيبقى بالشكل ده انهينا اساليب الطي واللصق والمسميات الرئيسة اللي احنا عايزين نشتغل عليها، ونبدأ الحلقات بعد كده نوظف الكلام ده في مشاهد للقصص. دلوقتي نتابع الحلقة، لكن اتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة، تكتبوا تعليقات لتستمر معكم وبكم. نشوف الطريقة. هنعمل اسلوب لصق جديد، وبرضو محتاجة لونين، ودايما انتوا واخدين بالكم ان انا بستخدم لونين ضد بعض، فاتح وغامق، علشان الالية تظهر او تبان. هستخدم الاتنين دول، ده للكارت الاساسي البيزك بتاعي، واللي بعمل له ثانية من الوسط علشان اعمل القناة او خط المحور او العمود الفقري اللي بيحرك للكارت. وهحتاج قطعة من الورق زي دي، القطعة دي هعمل لها عملية ثانية بالشكل ده كده، اسمه ايه؟ طي. طب لما بالسكورينج لما اعمل كده بقى اسمه ثني، لاني اكدت الثنيات بتاعتي. وهاجي من هنا كده، وانا علمتكم في اول الحلقات الثني من الاطراف، لكن قلت كمان، وهعمل خط هنا كده، هعمل تحزيز واعمل ثان، بس الاثنين مع بعض عشان يبقوا قد بعض بالضبط، وهقص الزوايا بتاعته من هنا كده ومن هنا كده، هيبقى بالشكل ده. عايزه اعمل شكل هرمي كده او مثلث او شكل خيمه وتلصق كده بالشكل ده في الشغل بتاعي. طيب همسك البطاقه، طبعا انا كنت عامله واحده كمان نفس الشيء، بس عملت دي قدامكم علشان تشوفوا الامور هتمشي ازاي. هتسيبي مسافه على حسب انت عامله ازاي. انا سايبه هنا 2 سنتي، و هعمل لصق هنا كده، واغلق. دايما بنلصق من جهه واحده، واقلب الكارت بتاعي ومن الجهه الاخرى، والصق وافتح. بقى عندي شكل خيمه، ممكن تحطي نار وولد وتعملي خيمه او كده بالشكل ده. طيب هنا مستغل الشكل ده في ايه؟ في احد الاشكال الجميله قوي، في قمه بيت ملصوق من تحت القاعده ومحطوط عليه الشكل الهرمي ده، ملصوق بنفس الاليه دي على البتاع عشان يعمل شكل بيت. دي احد اليات اللصق. خلصت الحلقة، أتمنى يكون سهلة، تعجبكم الطريقة، تقدروا تنفذوها، تبعتوا التصميمات على صفحة القناة على الفيسبوك، ننشرها علشان نحس إن الحلقات لها مردود والناس قدرت تستفاد من الأساليب اللي تمت استخدامها، وتنتظروا إزاي نعمل زوايا على البوب أب. إذا عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس لتستمر معكم وبكم. شكرا لكم.